السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام ومقصرين لا تخافون، فعلم ما جعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق محمد رسول الله.
والذين معه أشداء تريهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيمهم في وجوههم أثر السجود سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله.